انا كنت صورت قبل كده فاتس اللي في بنها، وناس كتير كتبت لي في الكومنتات قالوا لي الفرع دوت مش بتاع فاتس اصلا، وانها نهت الشراكه مع الشارك تانك. فانا دلوقتي هروح فرع فاتس اللي في بنها واسالهم هل فعلا دوت فرنشايز لفاتس ولا فرعها الرئيسي. كذا حد كتب لي في الكومنتات ان فاتس لغت الشراكه مع الشارك تانك، فانا دلوقتي رايح فرع بنها اللي انا صورت فيه من فتره واشوف فعلا كلامهم صح ولا غلط. المفروض ان انا وصلت بنها دلوقتي ورايح الفرع بتاع فاتس اللي في بنها في منطقه الفلل، اقول لهم هل دوت فرع فاتس الاصلي ولا الفرنشايز بتاعها. مبدئيا الفرع بتاع فاتس في بنها في منطقه الفلل في الشارع الجانبي بتاع حديقه الطفل. انا عامه سالتهم وعرفت كل حاجه منهم من اولها لاخرها، بس البوكس اللي انتوا شفتوه دوت كان عباره عن 3 قطع دوناتس، اي حشو تختاره ب 55 جنيه. انا اخترت دوناتس كندر، بيبقى كندر من فوق كده عليه شوكولاته برضو. حلو الكندر اللي عليها، جميل قوي، عجينه فلافي خالص كده، طعمها جامد قوي. ديت النوتيلا، محشيه نوتيلا، بسم الله. اللي عاجبني ان كميه الحشو كتيره قوي، دي بالكريم بروليه بيبقى عليها كده سكر مكرمل من فوق كده، كان مقرمش سيكا، وكذلك برضو كميه الحشو كانت كتيره جدا. قالوا لي الفرع اللي في بنها دوت ده فرنشايز مش الفرع الرئيسي بتاعها، ان الشارك تانك ما بقوش معاها غير واحد بس من لجنه التحكيم، هو اللي ماسك شغلها كله، هو اللي هيفتح لها كل الفروع اللي هتتعمل في مصر هنا.